مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم: هل يمكن أن يحدث حمل في نفس موعد الدورة الشهرية؟ فهذه من أكثر الأسئلة التي تدور في رأس المرأة. في الغالب لا يمكن، بل من النادر جدا حدوث حمل في نفس يوم موعد الدورة الشهرية، وذلك يعود على أن أيام الإباضة غير قريبة من وقت حدوث الدورة. ولكن هناك بعض الاستثناءات، ومنها حدوث لبس لدى المرأة بين دم الدورة الشهرية ودم الإباضة، فتعتقد المرأة أن الدم هو ناجم عن الدورة الشهرية، بينما هو ناجم عن حدوث إباضة، وفي هذه الحالة يحدث حمل. أيضا حدوث الإباضة مثلا قبل أن يتوقف النزيف الناجم عن الدورة الشهرية لدى المرأة. كذلك في حال حدوث الإباضة في نفس يوم نزول الدورة الشهرية، مثلا في حال وصول السائل إلى رحم المرأة، فهو قادر على العيش 3 أيام في جسمها، وبالتالي في حال حصلت الإباضة في أول يوم يتم تخصيص البويضة ويحصل الحمل. أما الوقت الوحيد الذي يمكن أن يحدث فيه حمل هو وقت الخصوبة، ولك أن تعلمي أيضا إذا كانت المباشرة في هذه المواعيد في الأيام 4 أو 5 قبل الإبادة ويوم الإبادة واليوم الثاني. فكلما كانت المباشرة في فترة قريبة من الإبادة وخاصة قبلها، زادت احتمالات الحمل. وجدت بعض الدراسات أن الحمل قد يحدث في حال كانت المباشرة في الفترة الممتدة من 7 أيام قبل الإبادة إلى يوم 1 بعدها. فعليه يمكن حدوث الحمل أثناء الحيض إذا كانت الدورات الشهرية لديك قصيرة، وهذا يعني بدء فترة التبويض قبل 4 أيام بشكل مبكر واقترابه من نهاية الحيض، ففرصة الحمل أثناء الحيض مستبعدة بشكل كبير. لكن هناك احتمال من حدوث الحمل في هذا الوقت.